ايه ده؟ مين ده؟ عجوز ودقنه بيضة؟ انت مين؟ انا التاريخ يا بنتي، انا التاريخ. التاريخ؟ يعني ايه التاريخ؟ انا التاريخ يا بنتي، انا التاريخ، عجوز ودقني بيضة وعمري طويل طويل. وظيفتك تعمل ايه يا تاريخ؟ اكتب كل اللي بيحصل بدقة بدون زيادة او تنقيص. الله عليك يا تاريخ يا عظيم. احكي يا تاريخ وقول لنا قصة عن المحبة. زمان كان في واحد اسمه شاول الطرسوسي. شاول ده ما كانش بيحب بابا يسوع خالص، وكان كمان بيكره الناس اللي بتحب بابا يسوع جدا جدا. فجه شاول مرة كان مسافر لبلد اسمها دمشق، اخد الحصان بتاعه ومشى في طريق السفر. فضل ماشي ماشي ووصل شاول لدمشق، بس ما دخلش ووقف. ليه؟ فجأة ظهر نور جامد جدا جدا لدرجة انه ما كانش قادر يفتح عينيه، بس سمع صوت بيقوله شاول شاول لماذا تضطهدني؟ شاول ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل. فالمين مين اللي بيتكلم؟ انا مش عارفك، انت مين؟ وفضل فعلا شاول ما بيشوفش لمدة 3 ايام. قعد 3 ايام بحالهم؟ ولا بياكل ولا بيشرب. تفتكري ربنا ساب شاول كده؟ لا طبعا، ربنا ظهر لواحد من خدامه اسمه حنانيا. قال له يا حنانيا، لما شاول يجيلك صليله وهو هيفتح عينيه. فقال له يا رب، انا سمعت انه بيضايق الناس اللي بتحبك وممكن يقتلني. قال له اسمع الكلام وما تخافش. فعلا شاول وصل لحنانيا، وحنانيا لما شاف شاول حط ايده على عينيه وصلى. اول ما حنانيا شال ايده من على عينيه فتح وشاف حنانيا وآمن بالرب يسوع، وبقى هو اللي بيتكلم كل الناس عن ربنا. اتحول كل الكره ده والمضايقة للناس لمحبة كبيرة. بقى بيحب كل الناس وبقى بيعاملهم حلو جدا جدا زي ما كان بابا يسوع بيعامل الناس. وبقى اسمه بولس الرسول. الله، المحبة حلوة قوي، لازم نتعلم نحب كل الناس. المحبة لا تسقط أبدا. كورنثوس الأولى إصحاح 13 آية 8.